القمر اسمه ايه؟ قمر. ايه ده؟ مفيش كريتيفتي بجنيه؟ ما فكرتيش دقيقة؟ فين الإبداع؟ طب اسألني تاني. انت نمت؟ نمت ايه؟ بتقمص. ماشي. القمر اسمه ايه؟ نرجس. هو ده الإبداع؟ هتوقف لي على الوحدة وتجرفني، هفتح الباب وانزل. نزلني على جنب، انا اصلا مش شايفة من العدسات دي. يا بنت مفيش شغف، مفيش شغف، ما فكرتيش. طب خلاص حقك علي. هو انت اسمك ايه؟ خوزيه. اخوزيه. خوزيه اسمي خوزيه، خوزيه عبد البر كمونة. ماشي. خوزيه. عيون خوزيه. ممكن اسألك سؤال؟ يا ريت. هو انت كنت تعرف حد قبلي؟ بلاش السؤال ده عشان هينكد وهتتضايقي، حاجة اتعدت وخلاص. لا لا قول، انا دماغي كبيرة هستوعب الكلام ده كله. أقول؟ قول. وأنا في ثانوي في بنتك ده كان بس بيننا نظرات، نظرات مش أكتر. روحني. إيه؟ روحني. يا بنتي أنت مش قلت أنت دماغك كبيرة؟ ما أنا اتضايقت بعد ما قلت لي. خلاص خلاص خلاص، انسى انسى. كبير، هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟ خوسيه اسمي خوسيه. لا كبير أنت يعني ككبير. إيه عايز تقول إيه؟ هو أنت ممكن تفضل كده على طول؟ أفضل كده كيف؟ مرح يعني؟ لا بشعر. شعر إيه ده؟ أنا مكسوف من نفسي، اسكتي. مكسوف؟ شكلك والله حلو. لا لا ولا حلو ولا حاجة، معرفش حاسس نفسي مش أنا يعني، ميكس يعني، بهاء سلطان على غسان مطر، ما مش أنا. ليه والله حلو. شوفي أنا بس يعني إيه ناوي أخليها في الشتاء، لأن بصراحة دفتني أحسن من الآيس كاب. ماشي. أوه إيه ده؟ بوليسية. ترنكيلة. ترنكيلة. ترنكيلة إيه؟ ده كمين حقيقي. يعني انت مكلف كل ده عشان خاطر التمرين؟ ده كمين حقيقي، انا معيش الرخص. ماشي يا سيد، انا متوتره متوتره ومخضوضه. يا جماعه اللي ورا اللي معاه حاجه يرميها. فاهمها كيف؟ طب معلش اخرسي لحد ما نعديه ممكن، وهبلي براحتك. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الرخص لو سمحت. ما نسيتها في قلب الصدارة في البيت. طيب ممكن اشوف البطاقة؟ ما البطاقة جنب الرخصة، جنب ابو نيل مترو، جنب كرنيه مركز الشباب، جنب قصافة صغيرة ستانلي ستيل، في نفس المحفظة، في نفس الصدارة في البيت. يعني انت معكش اي اثبات شخصية؟ بقول لك ايه يا كبير، عشان ما شايفاش يعني من العدسات. ايه هو مين اللي عامل دور الضابط؟ اشرف ولا فزاع؟ خليك عوض، خليك عوض. خس قوي. شوف هذا الضابط، انا غلطان، بعترف بخطئي، ما ينفعش انزل من غير ورق اثبات شخصيه، ولكن انا بني ادم بتعلم من اخطائي، والدرس المستفاد لا تضع البيض كله في نفس الصديري. اوعى يعني شويه في الصديري، شوية فوق التلاجة، شوية في المخدع، شوية في التابلوه. الله ينور. شوية في الشماسة. ما أنا مش هسيبك تمشي إلا لما تجيب لي أي إثبات شخصية، وبصراحة شكلكم أنتوا الاتنين مريب قوي. بص ده. وهو ده محتاج إثبات شخصية؟ ده هو الشرح ده بطاقة. مين دي؟ اخلص مين دي؟ مرتي. لا لا يا خوسيه، احنا لسه ما اتفقناش على ده. هو عرض عليا بصراحه، بس انا لسه بفكر. انتوا شاربين ايه ولا ضاربين ايه مخليكوا عاملين كده؟ ايه شاربين ايه وبتاع ايه؟ احنا مش وش الكلام ده. انا برضك راجل مسؤول. مسؤول عن ايه بقى يا خوسيه؟ انا عمده. عمده؟ عمده بورتريكو؟ يا بنت الصرمه، يا بنت الصرمه. اللي بقى اللي بقى اللي بقى عمدة المزاريطة. عمدة المزاريطة؟ أنت الكبير؟ أيوة. الله ينور. بس اللي سمعته عن الكبير مش لايق مع الهيئة اللي أنت فيها دي خالص. ما هو ده السر اللي عايز أقول لك عليه. بقول لك إيه يا كبير؟ ده شكله ظابط صح الصح. وحياة أمك،
ما انا بقول ايه من بدري، بقول ايه؟ بقول لك ايه يا باشا؟ احنا والله العظيم ناس محترمه، احنا ما مش بنلبس وجديه يعني في العادي، احنا بنلبس وجديه عشان احنا عيانين مرضى بنتعالج. بس بس والله احنا بس مرضى بس بس عيانين. بس 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 يقول عندنا مجانين يخرب بيتك. تقصد تقول تدريب؟ ده تدريب، تدريب نتدرب. في دكتوره قالت لي اشقط مرتي 3 مرات في الاسبوع. والله العظيم يا سعاده البيه دي اول شقطه، والله العظيم ده تدريب علشان حلاوه البدايات. لا ما انا عايزك تعمل حسابك في حلاوه كتير. اصل عباس اركب معاهم وتعالوا ورا على الاسم بسرعه. ياه يا كبير انت فرحانه؟ ايوه طبعا فرحانه، عشان اول مره هتحبس فيها هتحبس معاك. يا ريتني ما نسيت البطاقه، كان زمانهم مشونا. يا زماني طلقتك. منور ما تشغل لنا حاجه نسمعها. اسكت يا عيني اسكت، جاتك مصيبه.